السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الثانية من لعبة العيش على المريخ أوكيوباي مارس. اللي ما شاف الحلقة الأولى أنصحه يشوفها عشان يعرف نين إحنا وحيدين في هذا الكوكب الكئيب البرتقالي. يلا خلينا نبدأ الحلقة بسم الله. اللي شاف معنا الحلقة الأولى يعرف إنه هذه القاعدة خالية مهجورة، حصلناها في جنب القاعدة حقتنا. شوف البكوك حقنا هناك شايفينه، فنحن الحين قاعدين ندور في أشياء تستفيد منها ولا لا. والله المشكلة الأكل، والله المشكلة الأكل. عندي أنا أربع أشياء بهتم فيها: الموية والأكل والطاقة والأكسجين. الأكسجين نقدر نعبي من المركبة حقتنا، ما في مشكلة. الموية قدرنا نبني بير. فين البير حقنا؟ والله هناك أظن البير هناك، شوفين البير في آخر المكان هناك. طيب الطاقة نقدر نسوي الحين طاقة شمسية نعبي منها. والشيء الثاني يبغالنا أكل. الأكل ترى ما عندي أكل إلا حق كم يعني كم يوم، يمكن 5 أيام وبعدين أغلق. فلازم أهتم في إيش إني أسوي الأكل. طيب هنا في شيء أقدر أخذه؟ هذا إيش هذا؟ الكيوبيك بوردينا هذا. ترى شوفوا لو لاحظتوا هنا، هذه ترى مرة مهمة. هنا عندي أشياء، يعني اللعبة ما مفتوح عندي أي شيء أبنيه إلا أشياء مرة قليلة. شوف الأشياء اللي أقدر أبنيها، أقول له أفتح هذا. بس هذه الأشياء: لمبة وطاقة كهربائية وبرميل بس، وهذه حقة الزراعة بس ما اقدر ابنيها حقة الزراعة. يمكن هذا اقدر ابنيه برا، ما اعرف. بس ما عندي شيء ابنيه، فلازم اروح للتكنيكال تري وافتح. شوف عندي هنا 1 2 3 4، هذه ما نعرف ليه مقفلة. اندر كونستراكشن، اظن هذه كيمياء، هذه الزراعة، هذه الكهرباء، هذه الماتيريال، هذه الميكانيك. فانا شوف كلها صفر صفر، ما في ولا شوف. والله الماتيريال اظن والله اعلم لما اكسر الاشياء. ايوه تعال 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 نكسر هذا. شوف ناخذ منه اشياء. شوفوا تستنى كيف. لا يقول لي والله الجهاز حقي يبغى له ابجريد تطوير. طب الكرسي، حتى كرسي ما اقدر اكسره الا شوف 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 قاعد اكسر الكرسي. لو تلاحظوا لما يغلق التكسير حق السكراب يجينا في اعلى الشاشه اني اخذت خبره. شوف شفتوا جاتنا اخذت 1 خبره. نرجع هنا خبره كمان. ايش لونها؟ لونها هذه ماتيريال. شوف والله صرنا 2 من 4. فنحن ما نقدر نروح هنا. صدقوا هذا مهم جدا الماتيريال. ليه؟ لانه الالكتريسيتي يقول لي ما تقدر تتطور في الكهرباء الا لما تجيب الوركشوب، والوركشوب ما تقدر تسويه الا لما تطلع ليفل، جيب نقطه هنا وتفتح الوركشوب. ففي اشياء تعتمد على اشياء. بعدين ترى الشجره طويله، شجره مره طويله. مره طويله. طيب فشكله والله اعلم اقعد اكسر في الاشياء هذه عشان اخذ خبره. يعني شوفوا هنا دحين بس اغلق من هذه، شوفوا هتحصل فوق اكسبيرينس تجي. فيبغالي اقعد احفر عشان اسوي الوركشوب. اول شيء افتحه المعمل، لاني ما اقدر ابني اي شيء، يعني لا بيت ولا شيء. فحتى لو فتحت المعمل الحين اوريكم، شوفوا خلينا اول شيء اجمع النقاط، اجمع نقطه واحده، اهم شيء اجمع نقطه واحده. خلينا اكسر في الاشياء، وبعدين وانا اكسر ترى باخذ اشياء. شوفوا تحت على اليمين باخذ الومنيوم بليت وباخذ مسامير، يعني كل ما اكسر اخذ اشياء. خلينا اكسر الصناديق هذه كلها اطلع ليفل. اهم شيء لا يجينا الليل، لو جانا الليل مشكله. بعدين البروده، شوف كم درجه الحراره، 5. لا ما دام عندنا ليل لا طيب 5 مع الخوذه حقتي تعيشني. بعدين لاحظوا الاكسجين تحت، عندي اكسجين من الخوذه اخذ، وعندي اكسجين اللي برا. الاكسجين اللي برا احمر ما اقدر افك الهلم حقي. فانا دحين من هنا اخذ الاكسجين، شايفين من هذه الاكسجين هنا قاعد يشفط منه، والله قاعده تنزل شويه. يلا خليني بس اكسر شيء. المكتب هذا ما اقدر اكسره، كسرت كل الصناديق. والله حتى المكتب اكسر. ابوه كسر يا حبيبي، ايش عندك انت؟ جمع اشياء. شوف الومنيوم ومسامير وستيل. شيء مره جميل مره جميل. ايش يقول؟ اخذت التكنولوجيا. يا سلام يا حبيبي، هذا اللي ابغاها. شايفين ها فين 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 راحت؟ هنا اخذنا نقطه، شوفوا اخذنا نقطه مره مهمه عشان الكهرباء. هذا الوركشوب ما اقدر اخذ الا هذه النقطه، هنا تنفتح. طيب تعال، هذه مفتوحه، هذه مفتوحه عشان كذا عندي اقدر اسوي البير، سويناه وامورنا طيب. هذا الوركشوب، فلما نفتح الوركشوب اللي هنا حيقول ايش يبغى لك. يطلع لي وركشوب، يطلع لي الايرلوك عشان قبل ما اخش الوركشوب، ورامب. يلا افتح يا حبيبي افتح. ايوه يا سلام. شوف يا سلام، دحين هذا انفتح، اقدر اروح للنقطه اللي هنا، بس لازم اسوي كهرباء عشان اخذ نقاط عشان افتح هذه. هنا ما اقدر. وهذه الميكانيك الله اعلم انه يبغى لنا نحفر عشان نسوي ايش، عشان ناخذ النقاط. طيب يلا قطع الاشياء. والله اظن هذا الاشياء تفيدنا، بس اهم شيء عندنا امور. شايفين الجوع عندي مشكله فيه بصراحه. هناك شوفوا بالبرتقالي يبغى لي اكل شيء عشان ايش، عشان لا الامور الثانيه كلها طيبه. الاستامنة، درجه الحراره كلها ممتازه. ترى المكان عشانه مهجور ما في اكسجين، لو في اير لوك وكذا مضبوط حتحصل اكسجين دخل هنا في ما. خلينا نطور نحن مع بعض، ترى لسه نحن حنعيش شكلنا الكوكب هذا حنعمره.
طيب خلاص والله حفرنا كثير والله, شوف اخذنا اشياء مره كثير مره كثير, خلينا نروح نبني الوركشوب حقنا بعدين اذا نجي نحتاج نجيب الاشياء هنا نجي له مره ثانيه. يلا احس الليل جاني ولا ايه, ما صرت اشوف زي الناس. طيب يلا لا استنى استنى, هنا في شيء مهم صراحه انا ما استكشفت القاعده. ايوه هذا هنا, ايوه خذ افتح البورتات, ايوه اللمبه مفتوحه افتح اللمبه, ايوه خذ وخذ البوردات هذه حنحتاجها بعدين. طيب وبعد قبل ما نسوي اي شيء ناخذها. وهذه هنا في شيء ولا ما في شيء؟ هذه ال ايش في هنا؟ في كمان شرايح. يلا كل هذا الاشياء نستفيد منها, خلينا نفك الباقي نشوف ايش في. كمان هنا شريحه ثانيه. حبيبي سوي لوت, لوت يا حبيبي لوت, والله عندي اشياء كثيره بكسرها. هذا الصندوق ايش فيه؟ ايش في الصندوق هذا؟ اتذكر اخذنا فيه كان في شيء واحد واخذناه. هذه الاشياء ما احنا عارفين ايش هي والله. طيب هنا كمان خذ هنا, هذه احس انها مهمه لانه تصنع الشرايح هذه مهمه. شوف كيف شكلها والله جريحه محترمه. طيب اظن نكفينا نمشي ناكل ولا لسه نصبر؟ ناكل ولا نصبر؟ بصراحه انا خايف من الجوع. وهذا خلي بس نستكشف المنطقه ايش هو. انا حسبت المكان لين شكله عشان جوا ما احنا شايفين زي الناس. طيب هذه ايش هذه الخراطيش؟ والله حتى ما اظن اقدر اكسرها. بعض الاشياء والله تتكسر يا حبيبي, كسر يلا ايش وراك. شوف هذا والله بديني اكسبيرينس كثير, كل شويه لو تطالعوا فوق شوفوا تحصلوا اني باخذ خبره. لازم والله, اهم شيء في اللعبه الخبره عشان تفتح معنا الاشياء, بدونها ما تنفتح معنا ولا شيء. يلا اشتغل يا حبيبي اشتغل. ايوه بتكسر والله. اخذنا اشياء مره كثيره, شوف الاشياء اللي اخذناها كيف. شوف اشياء مسامير حلو نبدا في الشغل. ايش هذا؟ دباب. اوف 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 اوف, أوف. ايش نسوي له هذا؟ حطلنا له بورد. صلحناه, كان ناقصه بورد. طيب يتركب, خلينا نشوف. يا سلام والله خطير. اركبوا يلا, اخيرا عندنا شيء نركبه. شوف فيه بطاريه 99%. يا سلام. انا مبسوط الحين عشان حصلت وسيله اتنقل فيها. شوفوا المويه حقتنا البير هناك, وهذه القاعده حقتنا, وهنا نرجع لها اصلا والله شكلها خطير. نرجع لها, شوف كم بير بانين, ترى لازم نبني اظن كثير مويه. طيب المشكله قاعد يقول لي انه شوف الطاقه, لو تلاحظوا في الشنطه حقتي ناقص الباور 57%. ما في مشكله انها تنقص الباور, وبعدين حتى لو تلاحظوا السياره 96, فيبغاني والله حق طاقه, لازم نبني حق طاقة. نحن من اول ما بنينا حق طاقة. طيب يلا وقف هنا حبيبي, كيف تطلع؟ انزل, ايوه فك اللمبة, افتح لي يا حبيبي وابني لي طاقة شمسية هنا. ايوه فين هنا؟ طيب خليها هنا, مع اني والله اظن خلينا نحط واحدة هنا. طيب خلاص يكفي واحدة, بعدين نحط وهذا اللي يسوي كل الاشياء عندنا. نشوف اذا في شيء ناقص يطلع. حلو البناء والله, غريب جدا. شوف العداد طلع فوق. يا سلام اشتغلت الطاقة الكهربائية. لو تلاحظوا انا عندي هنا زي ما قلت لكم بتنقص الطاقة, شوفوا هذا بتنقص كم, يقول لك 57%. ما في مشكلة, انا عندي اهم شيء السيارة حقتي. هات يا حبيبي, هات السلك حقه. انا ما اعرف ليه بديني 999 سلك, انا غريبه والله غريبه. طيب ناخذ هنا سلك, ايوه, ونحط هنا سلك في السياره, اشوف تشحن ولا ما تشحن, بس بتاكد اطمن. بس المشكله عشان الشمس, ترى لو جاء النهار انا ما اعرف الطاقه الشمسيه, شوف الشمس عليها جاي صح. حط ايوه شوف بينشحن ولا ما بينشحن. هنا ايش هذا؟ مشي لوحده؟ ايش صار؟ موت فجاه. ايش يا طيف ايش صار لك؟ والله ماني عارف ايش صار, والله اللعبه عجيبه بصراحه. رجعوني من هنا. طيب حلو والله فجاه سدحت. ايش المشكله؟ خلينا نشوف, انا عندي اشياء كلها طريف ولا اللعبه مبقبقه ولا ايش المشكله؟ شوف كله الاكسجين ممتاز. يمكن الجوع, يمكن الجوع, والله ما ادري ما انتبهت. كل يا حبيبي كل سدحنا نفسنا الحين, نقعد نبني من جديد. خلينا نركب السياره حقتنا نروح للقاعده مكان ما مت هناك. يلا نرجع للقاعده حقتي. انا ليه سدحت ما ادري, ترى الان انا مت ليه ما اعرف. الطاقه حقتي طيبه, المويه حقتي ممتازه, الاكسجين ممتاز, ايش ليه كذا سدحت ما ادري. وبعدين طلع زي البق كذا, حسيت انه روحي خرجت. طيب خلينا نوقف هنا ونبني حقت اكسجين حقت طاقه. خليها في الشمس عشان الظل, اظن الظل هنا مره معقدين اللعبه هم, والظل هنا ما يديك طاقه. طيب حطينا الاكسجين حقنا ممتاز, الطاقه حقتنا ممتازه, ايش المشكله؟ كل شيء ممتاز, كله في الاخضر ما في شيء احمر. ليه سدحني اول؟ والله ما اعرف. ودرجه الحراره طيبه, فيها بق, اللعبه فيها بق.
طيب هذه في وسط الشمس صح؟ طاقة الشمسية في وسط الشمس، نحط هنا واحدة. أنا يقول لي يمكن يعني لازم أنا خذ حط هنا وحط واحد هنا. أوكي يلا ها أفتح. أيوة أشحن أبغى أشحن الدباب. أنا الدباب أبغى أعرف ينشحن ولا لا. أوف أخذت نقطة في الكهرباء شكلي صح؟ ترى مرة مهمة النقطة هنا فين؟ في الكهرباء أخذنا يا سلام، وهذا فتحناه. أوه هذا الترانسفورمر، هذا الترانسفورمر هذا مهم جدا. حلو. استني بخش أشوف البرينتر اللي هنا في الطابعة هنا، إيش في أشياء نقدر نسويها؟ شوف هنا في حق طاقة، آه شكل المكوك حقي فيه طاقة. شوف يعني نقدر نحط منه، نقدر نحن نشحن منه ولا كيف؟ ما تداري. نقول له هنا أشحن. أيوه والثاني فين اشحنه؟ في نفسي انا كيف اشحن الطاقه حقتي؟ والله ما ادري. طيب خذ. لا تضيع الاتلاك هذا، لا تضيعها. طيب نخش شوف، لو تلاحظوا انه هنا في عندنا اكسجين، نقدر نعبي الاسطوانه حق الاكسجين. ما في قاروره، شكلها مليانه القاروره حقتنا. فينها؟ هي شكلها مليانه، شوف كلها مليانه. طيب ما قال لي ولا لازم احط قاروره اول شيء؟ ما تدري شكله تحط قاروره هنا وبعدين تعبي اكسجين. المشكله الاكسجين ما عندنا. هذه الطابعه الحلوه، هذه الاشياء. شوف ما اقدر اسوي كل الاشياء، بس هذه الاشياء اللي اقدر اسويها بالطابعه. اقدر اسوي كيابول، اقدر اسوي سمنت. هذا السمنت يبغى سيليكون وكالسيوم. طيب اظن دحين نحن نبغى نرفع نحن طلعنا نقطه في الكهرباء، وطلعنا نقطه في النقطه في الماتيريال، يعني فتحنا وركشوب. اوكي طيب الحين نخش في الاشياء الادفانس. اهم شيء الميكانيكال هذا، خليني احفر اسوي مايننج عشان ازود النقاط. اهم شيء يطلع النقاط. درجه الحراره 9، شكله بيجينا الليل. افتح الاور هذا، ترى التنقيب بعدين ان شاء الله نحن حننقب بالسياره حقتنا، لكن في الاخير هذا حجار لسه ما نعرف ايش هو المعدن اللي جوه الحجره. نحاول نكسر الحجره عشان نطلع ايش. شوف كل ما غلق اخذ اكسبيرينس حمراء، شايفين اكسبيرينس حمراء فوق، لكن المعدن لسه ما طلعناه. نكسر الحجر وندور على المعدن في وسط الحجر. يلا اطلع بوريكم بس كيف شكله. ايوه شوف فين راح المعدن؟ جوه الحجره مره، ماني قادر اطلعه اصلا. ايش هذا؟ لازم ايوه اكسر. ايوه اطلع ما طلع المعدن. طيب يلا خلينا نشيل هذه، يمكن تحتها. ها شايفين المعدن؟ حلو. طيب كسر هذه، يمكن يطلع منها معدن. يا سلام شايفين المعادن؟ هذا سيليكون. كم سيليكون؟ يا سلام اخذنا سيليكون، 6 سيليكون. وهذا كم؟ هذا برضو سيليكون. يعني هذا المعدن حق سيليكون. حلو ممتاز. جانا الليل ودرجة الحرارة 13، وشكلي حموت من البرد، لكن ابغى احفر حتى اطلع ليفل في الماتيريال. شوفوا الماتيريال هنا، شوف قاعد تطلع بالحمرة. الحمرة هي حمرة ولا ايش قلعتها هذه؟ ماتيريال ميكانيك انا اقول ماتيريال. الماتيريال لما نكسر شوف بتطلع اكسبيرينس 10. يلا اشتغل حبيبي اشتغل. والله جانا الليل وبس بطلع ليفل. شوفوا المعادن مليانه تحت، لسه ما اخذت اي شيء. اخيرا طلعت ليفل. اي شوفوا المعادن، شايفينه كيف كسر الحجار انت، بعدين المعادن تفضى شيلها لوحدها اشتغل. والله جاتني احب التقييم، اتذكرت لعبه الفحم، منجم الفحم. والله اللعبه ذيك حلوه. طيب خذ بس من هنا. يا سلام هذا كم؟ وهذا 8. وهذا كم؟ هذا 8. جمع يا حبيبي. طيب انا ما انا قادر اشوف الليل جانا ودرجه الحراره قامت تنزل. اطلع حبيبي اطلع. ايوه سك الباب. ايوه سك الباب. خلي كم درجه الحراره لما سك الباب كم يصير؟ ما تنزل 21. ايوه كذا درجه ممتاز. ننام في الكرسي حقنا، بس نحن ما اخذنا التكنيكال تري هذه، تفكها. هذه الاشياء عندنا جاك هامر وسبكشر، عندنا حتى بلوتورش، بس البلوتورش ما نقدر نصنعه. لو تلاحظوا لحظه خليني اتاكد من شيء واحد بس هنا. البلوتورش هذا شوف ما اقدر اصنعه، لو اتكسر اللي عندي ما اقدر اجيب غيره، فلازم افتحه بالتكنيكال تري. نقول له افتح حبيبي، دحين نقدر نستخدم التورش. التورش هو البناء ما ايوه نبغى نمشي. كلنا حنخش في الجهة الثانية. دحين عندنا أهم شيء نسوي الوركشوب، لكن خلينا ننام. والصباح رباح، بس أهم شيء الموية. العطش عندي موية أنا. ليه إيش المشكلة؟ الموية موجودة هنا، ليه ما أشرب يا حبيبي؟ أشرب ولا هو حيغلقها ولا يشربها ولا كيف؟ طيب يبغاني والله أعبي الموية. شوف هذا كيف أعبيه؟ باتري ذا سبلاي وذا لوسود، كيف أعبي البطارية حقتي؟ خلاص خلينا ننام. والصباح رباح، خلينا ننام الله يستر. طيب نقول له نام يا حبيبي للساعة 6 الصبح. الساعة 8 انت للستة الصبح، يلا للفجر نقوم نصلي الفجر ونكمل شغلنا. I don't have enough water to sleep. اوه اوب 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 اوب
ايش هذا؟ ايش المشكله؟ ليه ما عندي اكسجين؟ ما عندي مويه. يقول ما عندك مويه. طيب يعني ننام للساعه كم؟ المشكله كم الجو برا؟ لو طلعت برا حنحرق مع الجو. طيب نام للساعه 4 الفجر ها، ونروح نعبي مويه بعدها. والله مشكله المويه، انا ما توقعت اني هحتاج كذا. طيب جات الساعه 4 الفجر في الليل، ليل مورينا المويه، ورينا المويه كيف صارت. ايوه شو بتنقص؟ بس والله حتى البطاريه حقت هذا مشكله والله. طيب خلينا اعبي الاكسجين. يقول لي 75، ما اقدر اعبي الانبوبه يعني. فين نشوف الانبوبه هذه؟ ناخذها كذا نطلعها ونحط الانبوبه المليانه، اوكي. وهنا نقول له عبي الانبوبه الثانيه. اي والله عبيها. ايوه عشان لو نستكشف ولا شيء ما نتورط. شوفوها هنا، خذها يا حبيبي خذها. ممتاز ممتاز والله، شكله حنعاني في هذا الكوكب. كم درجة الحرارة الساعة 4؟ كم درجة الحرارة برا؟ الله يستر. شوف شوف البطارية على ظهري، حتى البطارية قامت تنقص. اوف والله الدنيا ظلام، والله ماني شايف شيء. كيف كيف اعبي؟ لا اصلا لا تمبرشر. طيب لازم ارجع انام يعني، ما اقدر. على الاقل يجي الفجر، يجي الصباح. يلا نام يا حبيبي. يلا جاء الصباح خلاص ها، ان شاء الله تكون درجة الحرارة طيبة. شايف البطارية حقتي بتغلق، انا ما اقدر اعبي على طول من هنا. ايوه رجعت. صدق يمكن المرة اللي فاتت مت عشان لعبت في الكهرباء. الكهرباء خطيرة. خلينا نستني. اوف درجة الحرارة عالية ناقص 46، ايش الاجرام هذا؟ طيب اقول لك خليني اخذ الفيش. ايوه شيل الفيش، ارميه ارميه هنا. ما اقدر اعبي من هنا. شوف هذا الحرارة حقتي، شايفين هنا؟ انتبهوا، هذه هي الحرارة. شوف بالبني، لو حطيت اصبعي جوا. ايش يقول لك؟ ربلي. اي والله عبي، صدقوا عبي بس 8. شايفين والله خطير، تعبى صار بالاخضر. حلو حلو حلو. طيب عبي عبي كذا، ممتاز. نرجع الكهرباء. المشكله الطاقه الشمسيه لازم نسوي لها بطاريه، وناخذ السلك من هنا. هذا خلاص تعبى تعبى تمام. ناخذ السلك ونعبي هذه المنطقه اللي عندنا. ايوه عبي، ماني عارف يتعبى ايش ويبان، ماني عارف صراحه. يقول لك حرارة، درجة الحرارة مرة عالية. بس ايش المشكلة؟ اقعد جوة هذا، خليني اروح استكشف، ابروح اجيب موية. ايوه فين الموية؟ فين مكان؟ شوف المكان اللي كسرناه. الموية الخزان حقنا فين؟ شوفوه هناك موجود. خليني اشرب موية على الاقل، عبي الاسطوانة حقت الموية. لو عندي اسطوانتين خطيرة كمان يعني، واحدة اسطوانة اخليها اساسية، والاسطوانة الثانية اشيلها معايا عشان استكشف. طيب لازم اليوم ان شاء الله. ايوه تعال تعال، اقول لك وقف السيارة حقتك هنا. ايوه وقف، لازم نبدأ نسوي المعمل الحين. الموية والاكل والشرب مهمة جدا. هنا شوف اعبي، ما في مكان احط فيه اسطوانة الاكسجين. هذه اظن هنا احط فيه اسطوانة. هنا ليه احط طاقة؟ ما احتاج. لو تمبرتشر. طيب طيب عبي من هنا، عبي. شوف الموية، لحظة خلينا نشوف. لازم احنا نعرف هذا هنا الموية. طيب هنا نشرب من الموية هنا، اشرب. ايوه اوصل لسه، بس ادتني 61 85. يا سلام 100%. طيب ما اقدر احط اسطوانه هنا ولا هنا تعبي لي؟ لازم تتعبى لي اظن، هنا تجي تعبى اسطوانه مويه ولا شيء. اوكي اوكي. طيب درجه الحراره عاليه، خلينا نبني. يا سلام، منطقه هنا مسطحه وجميله جدا. اظن لازم نبني الوركشوب حقنا عشان نبدا ناكل. ما حنقدر ناكل، انا فاكر في البيتا جوة الورك شوب تقدر تسوي مزرعة، لأنه درجة الحرارة ما تقدر في درجة الحرارة العالية هذه إنك أو الواطية إنك تزرع. فين؟ أيوه هذا أهم شيء. أوه والله كبير، بس نبغاه في وسط الموية. من هنا الأشياء، شايفين هناك الكهرباء والموية. طيب حلو حلو حلو، خلينا نحطه هنا. يا سلام، وقفوا. عند الأشياء كلها مطلوبة ولا لا؟ نشوف دحين بالتورش هذا. شوف نعبي. اشتغل والله، قاعد ينبني والله قاعد ينبني. شوف كيف الاشياء كلها الان موجوده. شوفوا العداد اللي على اليمين بيطلع بيطلع، والدنيا كلها بتطلع معايا. حلو، شايفين المبنى كيف رهيب؟ والله شوف كيف بترسم يا سلام، شكله خطير الوركشوب. يلا غلق يا حبيبنا، غلق، بقي لك قليل بقي لك قليل. يا سلام يا سلام، اللمسات النهائيه، كل شيء موجود عندنا. انا مبسوط انا مبسوط. يا اوه شكله خطير. طيب ايش يبغالنا دحين؟ نحط له ايرلوك عشان نقدر نخش، لازم نحط له ايرلوك. فنقول بلو برنت، حط ايرلوك 2 1. ايوه 2 ايرلوك 2، ممتاز. عشان نسوي الضغط، الضغط ايوه. فين حطينا 2 نحن ولا ايش؟ لا نقول له ممتاز، حطينا 2 دحين نسويهم. اول شيء نسوي هذا،
ان شاء الله كل الاشياء المطلوبه موجوده عندنا. ايوه شوف كلها مطلوبه كلها والله. اشتغلنا شغل حلو. الحين قمنا نعيش في هذا الكوكب السحيق. حلو هذه يا سلام. وهذا الثانيه هنا وانا بموت من البرد. درجه الحراره 27 حلوه قاعد استحملها. اهم شيء انتبه للجوع للعطش. اتذكر المره اللي فاتت قبل شويه لما موت شكلي عشان الكهرباء طقعتني الكهرباء. ليه سويت ثلاثه لو لا يا حبيبي معليش انا سويت ثلاثه. خلينا نشيل هذا نشيله وما نعرف ترجع كل الاشياء زي ما سوينا فيها ولا حتنقص. حلو حلو نحن سوينا بالغلط ثلاثه. المفروض هذا الاثنين ايرلوك واحد وايرلوك هنا. طيب وبعدين اظن نسوي لنا مدخل عشان نقدر نخش بدون ما نتعب. يلا صار ممتاز. حلو بقي لنا نحط له ايش؟ نحط له رامب كذا مدخل عشان نقدر نطلع بدون اي مشاكل في القاعده الجميله حقتنا اللي بنيناها على المريخ. بصراحه احس فيها لذه كذا انه عندنا قاعده. يا سلام خطير والله خطير. مبسوط في القاعده حقتي يا ناس عالم عندي قاعده. طيب خلينا نخش جوا نشوف كيف. اول شيء احنا ليه سوينا اثنين؟ عشان واحده هنا عشان الضغط نقدر نخش هنا وهنا. بعدين يبغى اضاءه. احس جوا ما في اضاءه صح؟ يبغى لنا اضاءه. ليه الدنيا كذا؟ والله ماني شايف. لازم افتح. حلو حلو حلو. طيب بس لو شفنا انه الاكسجين برا هنا ما في اكسجين. المنطقه هذه ما في اكسجين. لازم اظن نبني اكسجين. هذه فاكره في الديمو. هذه كل واحده عندي ثمانية اماكن فلازم ابني لازم ابني. طيب ما يخش لها لا ضوء ولا يخش لها مويه ودرجه الحراره جوتها ناقص 20. طيب ايش نسوي؟ نبني الحين هذه كلها. شوف هذه كل واحده ثمانية في ثمانية معامل. هذا وركشوب. فاول شيء نسويه نحط حقه ايش؟ اظن حق الاكسجين ولا ما انفتح معانا؟ نحن دحين ما نقدر نبنينا. لازم نفتح نجيب نقطة هنا ونفتح هذه. اظن هذه تدخل لنا اكسجين جوا. طيب يعني نحط فيها ثاني اكسيد الكربون وتطلعنا فيها اكسجين. حلو حلو. طيب اظن دحين نقدر نبني. بس نحن ايش نقدر نبني؟ حقة الاكل. هذه حقة الاكل اللي هنا. هذه هنا اثنين وهذه واحدة هيدروفينك. طيب ايش تسوي هذه وهذه ايش تسوي؟ طيب واحدة واحدة نبني هذه. اول شيء شوف نبنيها هنا. حلو ونحط التورش ونقول له تعال ابنيها لنا. ايوه ابنيها. في شيء ناقص؟ ان شاء الله كل شيء عندنا صح؟ كل شيء ناقص ان شاء الله. لازم الزراعه مهمه جدا. ايوه ايوه حط حط. يا سلام حطينا كل شيء. ايش نسوي دحين؟ نقول له افتحها. هنا نحط الزرع. عندنا بطاطس. خلينا نزرع بطاطس. نزرع بطاطس يا حبيبي. بس اظن والله اعلم انه ما اقدر ازرع البطاطس لانه لسه ما حطينا. لا شوف شوف هنا هذا البلانتر هذا المسدس حق البطاطس. طيب ازرع بطاطس هنا. هذا شوف بنية معناها انها ما تنزرع. طيب اهم شيء لا تغلق البطاطس علينا ترى الجوع. حموت من الجوع بعدين. هذا اهم شيء. يلا نزرعها كلها 27. والله شكلي حغلق البطاطس علينا. طيب دحين لازم نشغلها. اموري طيب. الكهرباء المويه العيل الجوع. يلا ممتاز ممتاز. خليني اخرج برا. الدخله والخرجه صعبه. شوف الدنيا برا نهار لكن جوا الاضاءه تعبانه. طيب نيجي هنا. هنا الشغل. هنا شوف ايش يقول لك. يقول لك احتاج 15 طاقه. شوف له تحت هناك يقول لك 15 طاقه. عندي صفر من 15 فتحتاج كم؟ تحتاج 15 ولا 10؟ ماني عارف والله. فوق في 10 وفوق تحت 15. اوكي شوف قاعد تطلع فوق اكس بي. اوه عندي نقطة. عندي نقطة في الزراعة. يا سلام احطها فين؟ احطها في هذه في الثلاجة. يلا اسوي ثلاجة شكلها تخرب الاشياء. طيب هذه واحد. الحين نبغى لي احط طاقة. هذا ايش اللي احطه هنا؟ هذا والله اكسجين. لازم احط اكسجين هنا. وهنا نحط ووتر. المويه عاد نجيبها. شوف عندي سلك المويه نجيب من هنا. من فين تخرج المويه؟ تخرج اظن من هنا صح؟ بعدين انا كيف اعبي؟ والله مشكله اشرب. ايوه حط المويه هنا وبعدين نحطها هنا. خلاص انتهينا المويه وصلنا لها. باقي الكهرباء. الكهرباء لازم نسوي ترانسفورمر يعني نحن نسوي طاقه شمسيه. خلينا نسوي نحن دحين الطاقه الشمسيه اللي نقدر عليها. قامت تصعب قامت تصعب بس ان شاء الله حنعيش على وجه المريخ. هذا واحده هنا. ايوه بعد. ايوه بعد عنه كمان. لا خليها بعيده هنا في نفس ايوه. لا ايوه هنا. يا سلام يا سلام. خلينا نحط. والله نحتاج كثير. شكلنا نحتاج كثير طاقه شمسيه. حلو طيب اظن كذا يكفينا.
فخلينا اغلق منهم ابنيهم ان شاء الله يكفي الريسورس اللي عندي ان شاء الله يكفي. يلا يلا ابني ابني. والله طلعت ليفل طلعت ليفل وانا قاعد ابني الطاقة الشمسية، طلعت ليفل في الكهرباء، مهم جدا ان نطلع ليفلات. طيب انا دحين شايل هم الاكسجين، الطاقة والموية عرفناها، بس الاكسجين كيف حنسويها؟ اظن لازم نسوي ابجريد. طيب هذه الطاقة الاخيرة اي ابني، دحين احنا بنينا 5 طاقة شمسية. طيب الخمسة طاقة شمسية اظن الوحدة تعطينا كم؟ تعطينا 5 بس، فنحن نحتاج 15، عشان كذا لازم نجيب ايش؟ مجمع للطاقة، لازم نجيب. شوف هذا يدينا 5، شوف تحت مكتوب يدينا 5، فهذول كم يدوني؟ 5 × 5 = 25، لكن ما اقدر ادخلهم كلهم في سلك واحد، ادخله هنا. لازم اسوي ايش؟ الترانسفورمر المجمع اللي انا اكتشفناه سويناه اكتشفناه. طيب فين فين هذا الترانسفورمر؟ لا فينه؟ هاي الثلاجة، لا ابغى ترانسفورمر. ايوه هنا حبيبي، هذا الترانسفورمر، يا سلام. طيب حطينا واحد ترانسفورمر هنا، دحين نبني ان شاء الله الاشياء عندنا كلها. انا خايف انه الاشياء تغلق علي، اذا غلقت علي الاشياء حضطر اروح اسوي خرده، جمع خردوات. يا سلام. شوف في 4، انا حسبت في 5، هنا 4 وهنا يطلع منها كم؟ يطلع منها كمان 4. لا خلينا نحن نشوف دحين. هنا هنا فين فين الطاقه؟ والله اللعبه ممتعه، صدقوا اني مستمتع فيها، قولوا لي ايش رايكم فيها. يشوف انبوت ما جاها اي طاقه، 0000، اوتبوت كلها فين؟ هذه 1 2، هذا البلاك الزر الواحد، الثاني الثالث الرابع. طيب ايش حسوي دحين؟ انا حاخذ اسلاك من هنا، اخذ السلك هذا اللي هنا من الازرق، ازرق معناه اوتبوت واحطه هنا، والاصفر معناه انبوت. طيب فنحن نقول له هنا، فهذه حتدخل لنا 5 والثاني حتدخل 5. يلا خلينا اجمعها كلها الطاقه، اخليها موجوده في الترانسفورمر، وهذه الطاقه الرابعه والاخيره. نحن سوينا 5، كان المفروض بس نسوي 4، بس اظن نحتاج يعني هذه الحين حتطلع لنا 20 بس، هذه بس حتطلع لنا 20، فدحين لو نطالع دحين 20. المشكله بس في النهار، ترى نحتاج بطاريه، لازم نحولها على بطاريه. فلو جينا هنا ايش يقول لك؟ والله انت دحين الانبوت حقك بتطلع لك 20، شايفين هنا 20، هذه 5 5 5. فنحن نخلي هذه نقصها، خلي هذه نحن 100%، هذه 100%، يعني الزر رقم واحد، هذا الزر رقم واحد حيطلع 100%. فين رقم واحد؟ هو هذا، ايوه مكتوب سكوت واحد، شايفين كانت مكتوب عليه سكوت واحد. فنحن حناخذ سلك كهرباء ونطلعه منه ونحطه في سلك الكهرباء اللي هنا، اوكي؟ فنحطه، شوف ايش يقول لك؟ يقول لك ذا بلانيت اروذر، النباتات ماتت علي؟ يا سلام، دخلنا الكهرباء جوا، شوف اللمبات قامت تشتغل، لكن المويه ما دخلت، ايش المشكله هنا؟ خلينا نشوف. هذه شوف الجهاز الاول لازم ندخله، نقول له كذا ستوك سبلاي، هذا الاضاءه، هو يطلب هذا الرقم، فنحن ندي له الرقم هذا اللي يبغاه. طيب المويه، لازم اقول كل واحد قديش الرقم، يبغى 2 نكتب له 2 يا حبيبي، خذ 2، يلا لا تزعل ولا تزعل، خذ 2. ممتاز، الحين هذا حق الزراعه يبغى ضوء كهرباء بون 7، اديته بون 7. هو كم يجينا؟ يجينا 20 من برا، لو شفتوا حطينا احنا 4 يجينا 20، حلو. طيب المويه كم يبغى؟ 2، حطينا له 2، هو كم يجينا من برا؟ 6. ايوه قمت افهم اللعبه دحين بصراحه. طب المفروض انه الاكل ليه راح؟ خرب خرب ولا ايش؟ ما ادري والله، هو خربان ولا كيف؟ اظن باقي اكسجين، اظن باقي اكسجين، المنطقه هذه باقي لها اكسجين وتكتمل اظن، والله ما اعرف، خلينا نشوف. ايوه في اكسجين هنا، ما في، مكتوب بس مويه كهرباء ومويه. نصبر لها، يمكن تنمو، يمكن تطلع. اذا ما طلعت ترى انا حموت على هذا الكوكب. انا جعان. اوكي طيب خلينا دحين انا ايش ابغى؟ ابغى احط حق الاكسجين، لانه ما في اكسجين هنا، اظن اقدر اعيش بعدين في هذا المكان، فابغى افتح ايش؟ ابغى افتح حق الاكسجين هذا، شوفوا سكرابر، لازم اروح اكسر الاشياء عشان اطلع ليفل واقدر اكسر الاشياء. يلا خلينا نخرج برا، شوفوا كيف الطاقه الشمسيه حقتي خطيره بصراحه، بس اتاكد من الامور، انا دحين فهمت. طيب شايفين بياخذ 10 الطاقة 20، بس هو بياخذ اظن الكهرباء اللمبة واثنين موية لتر، نحن اللتر هنا يطلع 6 منها، فبياخذ بس 2 على حسب الطاقة. اكسجين 0، ما في اي اكسجين، اوكي؟ طيب خلينا نروح نستكشف هذيك الاشياء عشان اطلع ليفل، انا مرة مبسوط اصلا الطاقة، ملاحظين؟ اوه شوف 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 موجود هنا، ها شوف كيف البتري موجود بني،
حتى موجود تحت تحت كذا على اليسار موجود. فشكله راح اعبي من الطاقه الاخيره حق الشمسيه هناك، اعبي الطاقه حقتي عشان اقدر اروح استكشف بدون ما اتبهذل. يلا خذ يا حبيبي، خذ كل ما اسوي شيء في الطاقه اخذه. ايوه شوف عبيت البطاريه، عبيت البطاريه فل، لا 80% حطها 100%. خذ ايوه. المشكله لو جاء الليل الكهرباء حتروح، لانه هذا ما يخزن كهرباء ترى، هذا بس يجمع لك الكهرباء ويحطها لك هناك في واحده، يعني اداني 20 بس، اداني 20 جوا. فايش حسوي؟ لازم بطاريه، لازم افتح البطاريه. ما جاتني التكنولوجيا حق البطاريه، خلينا نشوف. لازم الكهرباء مهمه جدا. اوه طلعنا ليفل بطاريه يا حبيبي. اوه هنا في ورك بنش، لا البطاريه مهمه جدا جدا جدا، خلينا نسوي البطاريه. والله دحين انبسطنا، الكهرباء حتيجي ونحطها في البطاريه، وبعدين نقدر نحطها فين؟ نحطها على الوركشوب على طول تنزل. شوف البطاريه هنا نحطها هنا، ها بجنب المحول. اوكي اقدر اسوي كل شيء فيها، كل الاشياء اللي عندي. ايوه كل الاشياء عندي. اطلع يا بطاريه، نبغى كهرباء، ادينا كهرباء. واو شكلها خطيره البطاريه. طيب البطاريه ايش حتسوي؟ حناخذ الكهرباء من هنا. معليش يا حبيبتي، معليش معليش، حناخذ الكهرباء من هنا، حنطفي الكهرباء عليكي ونحطها جوه البطاريه هنا. اوكي فين جوه البطاريه؟ اوكي حط هنا، وبعدين نحن حناخذ من هنا، حناخذ من هنا اوتبوت ونروح نحط لك الكهرباء. شايف كيف؟ اهم شيء يجيكي كم يجي، والله ما بيجي يا شيء. اظن لازم نسوي لكم، ليه حاطين الاماكن عاليه؟ يعني انا ماني عارف، يمكن بعدين اسوي قاعدتي كيف، ما ادري ليه حاطين اشياء عاليه. طيب تيجي 20 بتروح للبطاريه؟ لا يا حبيبي، ابك كله باور، كل ال 20 طلعيها لنا للوركشوب. لا خليها 20، خليها 5 طلع. اصلا ايش نحتاج 10؟ ال 10 الباقيه خزنيها. صح صح صح، هي تحتاج 10 جوا، تمام. ال 10 الثانيه حطيها في البطاريه، ممتاز. الكباسيتي 4، الحين هذا تنشحن، ممتاز. الحين نرجع هنا حنحصل انه بتروح لها كم كهرباء، كم بتشوف عند تحت على اليسار بيجي لها 10 وفاصله كمان 7 كمان. الاستخدام 10 و7، صدق لا الاستخدام 10 و7، لانه 10 اظن حق الكهرباء، فنحن نخليها 11. ايوه خليها 11، تطلع 11 حلو، والباقي يتخزن. شوف هنا قاعد يتخزن الطاقه، هنا قاعد تتخزن، فالنص بيروح هناك والنص. صدق يبغى لي اسوي كمان بطاريات ثانيه كثير. طيب شكله بيجينا الليل، ولو رحت استكشفت وجانا الليل حنتبهذل، فخلينا نروح القاعده حقتي. يا سلام ايوه، خش القاعده، ننام للصباح وبعدين نتفاهم معاكم ما لما يجي الصباح، عشان عندي مويه كفايه وعندي كل شيء كفايه، لا اروح هناك البرد يذبحني بعدين. والله في قاعده ورا، وفي هناك القاعده ذيك لازم اروح اشوفها، لازم اشوفها، بس خليني انام والصباح رباح. اوف اوف ابموت ابموت، ايش بيوصلت هنا؟ اللعبه فجاه كذا تطيحك، ماني عارف ليه. انزل انزل ايوه، يلا درجة الحرارة، ايش المشكلة؟ والله ماني عارف ايش المشكلة. طيب ليه مكسر الخوذة حقتي؟ لازم اغيرها ولا كيف؟ والله تكسرت فجأة، انا ما اعرف، اللعبة بتصير فيها اشياء عجيبة. ليه؟ اكستيريور، ليه الاكسجين برا صار هنا؟ انا اول مرة انتبه. شايفين تحت؟ يقول لك الاكسجين، خلينا افك الخوذة، الخوذة انكسرت، احس الخوذة انكسرت. ليه كذا تطلع لي ايوه؟ شيلها يا حبيبي. شيل. عندي غريبة جوة المكوك في اكسجين. طيب ايش صار في الخوذة؟ تكسرت هي ولا ليه؟ ليه تديني كذا مكسرة؟ ما انا عارف ليه الخوذة حقتي تكسرت، شوف كيف مكسرة. طيب نام يا حبيبي ونتفاهم في الصباح، خذ الاكسجين قبل ما تنام. خذ الاكسجين وفك وفك الخوذة حقتك ونام.